السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتما كما كتشوفوا هنايا يلا ركبنا هذه الكوزينه ديال قريبن سليمان. هما كما كتشوفوا طلعت واعره. في الاول انا قلت ما طلعش مزيانه، ساعة طلعت مزيانه واعره كما كتشوفوا دابا. ها هي كتجي جات الكري واعر عاد زلج بيض، كتجي واعرة. هانتوما كيما كتشوفو هاد الحوض مزال ما ركبنا، ما مفيكسيش. خصك دير يجي بلومبي باش يركب بلا روبي ديالو. غادي تفيكسي هاد الحوض بالسيليكون ان شاء الله. مهم، تحياتي لكم وشكرا. حمراء، شنو غادي نضرب حمراء؟ كان جيتها. كحلة، ما تعطيني اللون ديال الكريم. كحلة ودوالي. ها؟ حطوا لي ما تجيش زومي، راه ما كيبينش بزومي. هذاك الفيديو اللي كدير انت ما عرفتش شنو زومي. شاد عليك بجوج، شاد الارقام باش بدا نشد. بينتي صورتك انت. هاد الاخوان كنديروا هاد الكوزينه في هاد الحبس. انتوا معلم حسن اول معلم كيدخل لهاد الحبس. ما تضحكش، تضحك صرا طيح لينا الخامة. انت ما تضحكش طيح لينا الخامة. السقوسة دايرين فيك هنا.
سايب راك يتفرج الفيديوهات تاعو ديالنا ها تي سايب راك يتفرج الفيديوهات تاعو شكون مشايب شكون واش هاي شكون خير ها شكون طالب كي الروم لي الدراري لا لا ديش قال لك يا مس بارك الفيديوهات ها قال لك بارك هاد الشجره تصيفك غاديش بتخدم خدمه كتمشيش أنا كتطلع المشاهدة فارق بايد شيت الموسيقى وخطل عليك علاش؟ أنا ما مخلصينك كيفاش مطلع؟ وخطل عليك المشاهدة اش كتستافد فيها انتايا؟ كتطلع المشاهدة أنا ما تفهم ولا وخا نشرح لك حتى الصباح مافهمكش بتقول لي هذاك الشيء اللي بغيت تقول انت اللي ما فاهموش علاش؟ هذاك الشيء اللي غتوصل ليه راه ما خدامش علاش؟ ما تخلصش علاش؟ ما ما يتعاونوش معاك أصاحبي أه؟ دير ريتين اليوم اللي بدي تخلص اما هذيك الخدمه اللي دير الله ما تشد لها ريت والله راح حلف لي علاش ديتي علاش ديتي ديك حل ليا الا تخلصت تجيك حل ليا اه الا تخلصت تجيك حل ليا جوجل يا سيدي هذا باقي يا سيدي لو الله حسن تخلص من اليوتيوب جي حل ليا باش نتخلص من تخلص جوج جلوبال هذاك الشيخ اللي مدبر ليا عشان نصغ لي اربعه الاولاد الاولاد استاذ الاولاد انا جيت خلصوا الدرجه باش ندير الفيديو وقول لي ديال الخايب باش تنرجع 16 في الفيديو 16 راه خصك تكون عندك قناه طالعه دابا خصك لحتي واحد الفيديو خصك تفرج فيه واحد 10000 ولا هذا ندير قناه ولا هذا الفيديو تشوف يشوفوا تسعد الناس بس تسعد الناس شويه صور بالضبط شوفوا المخدر راح تحليش يا طلع انت نقول لي اليوم قال لك صحيح ها قالك مخي اش ديالو انت مديش بعرف شكون يقول ماشي
هذا طبعا. أجينا